ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ يا رب تكون اجازة سعيدة عليكم ان شاء الله، من غير كورونا ولا من غير اي حاجة. الفيديو ده انا هعرض لكم ازاي تحولوا البرزنتيشن اللي انت عملتوه بتاع الاكتيفيتي لفيديو. اول خطوة، ادي البرزنتيشن بتاعي او ادي الباوربوينت بتاعي، هختار من سلايد شو، هختار ريكورد سلايد شو، ريكورد فروم بيجينينج. كده هيبدأ معايا. هتأكد بس ان الكاميرا اوف، في اوبشنز البن لو انا هكتب حاجة اثناء الشرح، او مثلا في اوبشن تاني البوينتر، من البن هعمل كليك يمين بوينتر اوبشن ليزر بوينتر. الاوبشن البوينتر ده غالبا مش موجود في نسخ الويندوز القديمة شوية، فممكن ما تلاقهوش، فمش مشكلة يعني. بعد كده هبدأ أعمل ريكوردينج، هو هيبدأ دلوقتي. continue to the systematic identification of organic compounds، وهبدأ أشرح عادي جدا، والأنيميشن اللي أنا عامله في البرزنتيشن هيظهر برضو عادي جدا. boiling point definition important and so on. زي دلوقتي إن أنا خلاص خلصت الفيديو بتاعي، هعمل بوز وهقفل الصفحة اللي قدامي دي، وهتأكد ان علامة الصوت ظهرت لي هنا اهي. بعد كده بقى خطوة ان انا هسيف الباوربوينت بتاعي ده كفيديو. لو النسخة بتاعت حضرتك جديدة، هتفتح فايل اكسبورت، هتلاقي في اكسبورت اوبشن من ضمن الاوبشنز اللي موجودة كرييت فيديو، وهتختار الكواليتي اللي انت عايزها. بعد كده هتقول كرييت فيديو وعادي جدا، تمام، وهعمل سيف. بصي ان انا جيت افتح فايل وملقتش الاكسبورت، هعمل ايه؟ هختار save as، وهنا الاكستنشن بدل ما هختار powerpoint presentation هختار mp4 او فيديو، او في اوبشن تاني في ويندوز 10 اسمه ويندوز ميديا فيديو، انا هختار. بعد كده هعمل save عادي جدا وهيتسيف معايا. كده انا خلصت، اهو هيتسيف. كده انا خلصت الباوربوينت بتاعي وحولته لفيديو. هو بس خطوة ان هو يتحول لفيديو ده هتاخد وقت، فهتلاقي ان لو جيت تفتحه مش هيفتح معاك، هتستنى شوية كده عقبال ما يتسيف. طيب بعد كده الخطوة التانية ان انا هرفع الفيديو اللي انا عملته ده على الجوجل درايف، ومن الجوجل درايف هعمل له شير للايميل مثلا بتاع دكتور احمد حداد مثلا. هدي الجوجل درايف بتاعي، هختار نيو وهعمل فايل ابلود. فايل ابلود، انا الباوربوينت الفيديو بتاعي لسه ما خلصش، هختار انا هوريكم بس اكزامبل. سي مثلا ان انا هرفع اي صورة هنا، هي اترفعت معايا. هفتحها بس وهاجي هنا من الجنب، هعمل شير. شير بقى هكتب الميل اللي انا هبعته له احمد حداد، وهعمل سندنج. كده هو بيعمل سندنج، تمام. بس كده نكون خلصنا. يا رب تكونوا عرفتوا الخطوات، ودي الاكتيفيتي اللي انت هتعملوها، ان حضرتك هتحول البرزنتيشن اللي انت عامله لفيديو، من الفيديو هترفعه على جوجل درايف، ومن جوجل درايف هتعمله شير للايميل. بس حاولوا تعملوه كويس وربنا يوفقكم، وما تقلقوش يعني. ترم سعيد عليكم ان شاء الله يعني، وان
وانتوا دفعة الفراشة فما تقلقوش يعني.